طبعا احنا موجودين في مؤتمر الدوفات. مؤتمر الدوفات هو من اكبر المؤتمرات في المنطقه سبيشلي للفارماسيوتيكلز والصيادله. طبعا تواجدنا في مؤتمر الدوفات لان هو بيدينا فرصه كويسه جدا ان احنا نلتقي بالهيلث كير بروفيشنالز اكروس ذا ريجن ونقدر نتواصل معاهم ونوريهم. طبعا تعرف during the covid it was not easy to connect with people, so it's a very good opportunity to connect with our healthcare professionals. طبعا دوله الامارات هي موفره كل سبل الامان للناس القاطنين والسكان دوله الامارات, ودي حاجه اعتقد هي they are setting a benchmark across the globe. وفي مؤتمر الدوفات خاصه احنا شايفين النهارده وامبارح كل سبل الامن موجوده لكل الحضور, وده كان مشجعنا ان احنا نكون متواجدين في المؤتمر, وكل واحد الناس كلها حاسه بالامان. واحب اشكر منظمي مؤتمر الدوفات على مجهودهم.